النهارده الحقيقه كمان رابطه الانديه اعلنت مواعيد المباريات المؤجله في الدوري ومواعيد الاربع جولات الاخيره من جدول الدوري. هنستعرضها مع حضراتكم، مواعيد المباريات لنهايه الموسم في الدوري بعد اعلان المواعيد النهائيه في رابطه الانديه. زي ما حضراتكم عارفين كان تم الاعلان، ولكن كان لسه في بعض الجولات لم يتم الاعلان عنها. الجوله ال 28 يوم الجمعة 28 يونيو، الأهلي وفاركو في استاد القاهرة الساعة 7. أما الجولة ال 13 2/1 يوليو، طلائع الجيش مع النادي الأهلي في استاد الكلية الحربية. الجولة ال 29 الخميس 4 يوليو، الأهلي والداخلية في استاد السلام. دي ماتشات الأهلي اللي جاية كلها. الجولة ال 30 الاثنين 8 يوليو، الأهلي وطلائع الجيش في استاد القاهرة. الجولة ال 14 الجمعة 12 يوليو، الأهلي وبيراميدز في استاد القاهرة الساعة 7. أما الجولة ال 17 3/18 يوليو، مودرن فيوتشر والنادي الأهلي في استاد القاهرة في تمام الساعة 7. الجولة ال 31 الاثنين 22 يوليو، البيراميدز والأهلي في استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة 7. أما الجولة ال 18 الجمعة 26 يوليو، المصري والأهلي في استاد برج العرب في تمام الساعة 7. الجولة ال 19 الاثنين 29 يوليو، الأهلي وسيراميكا كليوباترا في استاد القاهرة في تمام الساعة 7. الجولة ال 32 الخميس 1 أغسطس، الأهلي والبنك الأهلي في استاد القاهرة الساعة 7. الجولة ال 23 الحد 4 أغسطس، الأهلي والمقاولين العرب الساعة 7 في استاد القاهرة. جولة ال 24 الخميس 8 أغسطس، سموحة والأهلي في استاد برج العرب الساعة 7. الجولة ال 25 الأهلي وزد يوم 11 أغسطس في استاد القاهرة الساعة 7. الجولة ال 33 الأربع 14 أغسطس، إنبي والأهلي في استاد المقاولين العرب الساعة 7. ثم الجولة الأخيرة يوم السبت 17 أغسطس، الأهلي ومودرن فيوتشر في استاد القاهرة، ولم يتم تحديد التوقيت. إذن زي ما قلت لحضرتك، هات لي الجدول تاني يا سمير. الجدول ده آخره، هات لي آخره حتى. الجدول ده آخره يوم 17 أغسطس. شوف حضرتك، إحنا النهاردة 25. 25/6 نقول يوم الجمعة أمام حضرتك. الجولة الـ 34 اللي هي السبت 17 أغسطس. يوم الجمعة هيطلع يوم 28. اذا النادي الاهلي من يوم 28 6 لغايه 17 اغسطس هيلعب كل مبارياته. دول 6 مباريات. هات لي الجدول الثاني. خمستاشر مباراة بداية من يوم من الجولة 28 اللي هي مباراة فاركو يوم الجمعة 28 يونيو وحتى 17 أغسطس. عدد مباريات وكم مباريات كبير جدا جدا في وقت قصير جدا جدا.